زارة فاغنكنيخت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أكبر حزب معارض في البرلمان الألماني أهلا وسهلا بك إلى دي دبليو طاب يومكما جميل أنك معنا هذا يسعدني. سيدة فاغن كنيخت كثيرون يشعرون بأنك تذكرينهم بشخصية سيدتين رائعتين، إحداهما هي فريدا كالو الرسامة المكسيكية التي أسست أسلوبا خاصا خلال حياتها، والثانية روزا لوكسمبورغ وهي من مؤسسي الحزب الشيوعي، ويبدو أن لديك تشابها مع كليهما، كما تظهر الصور من عام 2014. ما الذي يجمعك بهاتين السيدتين؟ بدايه هذا شرف لي عندما تقولين انني اشبههما هما سيدتان مكافحتان اتخذهما مثلا اعلى كما انهما سلكتا طريقا مستقيما من دون الخضوع لايه ضغوط بل وخاصه روزا لوكسمبورغ التي كانت نهايتها ماساويه فقد اصرت على موقفها وتمسكت به حتى النهايه ماذا عنك هل مواقفك راديكاليه وتصرين عليها حتى النهايه روزا لوكسمبورغ فقدت حياتها نتيجه مواقفها اتمنى الا نصل الى هذا الحد اقول ذلك ببساطه الان ولكن عندما اتابع الوضع في تركيا وكيف تجبر المعارضه على التصرف وتتعرض احيانا للاعتقال فهذا وضع مختلف عما هي عليه الحال في المانيا لذا يمكنني القول انني لن اخضع للضغوط وامل الا اصل الى هذا الحد متى كانت اللحظه التي قررت فيها العمل في السياسه في وقت مبكر بعد الوحدة بقليل عام 1990 قبلها كنت أسعى إلى إنهاء دراستي الجامعية وإلى العمل في مجال العلوم الإنسانية بدأت حينها في دراسة الفلسفة وبعدها تولد لدي شعور بأن التعليق عن بعد لن يجدي نفعا وكنت أرغب في إحداث التغيير والتأثير لكنني لم أكن راغبة في احتراف السياسة بل في العمل التطوعي لماذا عدم احتراف في السياسه. لأنه كان لدي شعور بأن الإنسان يفقد السيطرة على وقته الخاص. إضافة إلى الكثير من الأشياء التي كنت أرغب في فعلها، والتي ربما لن أتمكن من فعلها، كالنشر وتأليف الكتب. فمع زيادة مسؤولياتي السياسية، فقدت الوقت والحرية والتفكير حتى في تطوير أفكار جديدة أو القراءة. لابد من الحفاظ على قدر من التوازن. <applause> هل لهذا علاقة بأيام شبابك؟ فقد رفضت التأهيل العسكري في المدرسة بألمانيا الشرقية، وقدمت استقالتك كسكرتيرة بعد ثلاثة أشهر، ولم يُسمح لك بالدراسة الجامعية. كيف نشأ موقفك الشخصي من هذه الأمور؟ كنت حينها مقتنعه بانني اشتراكيه قرات ماركس في الماضي وقرات روزا لوكسمبورغ وكان لدي شعور بان المانيا الشرقيه بعيده كل البعد عن هذه المبادئ وهذا ما انتقدته بصراحه والتاهيل العسكري كان من اسوا الامور هل اردت التمرد نعم لا بد أن يدافع الإنسان عن قناعاته يجب أن يكون ذلك حتى ضد الأغلبية أو حتى ضد التوجه السياسي الغالب فعندما لا يكون للإنسان موقف واضح أو شخصية واضحة فإنه يكون كالراية التي تتمايل مع الريح ولكنني لم أكن كذلك ولم أكن أرغب في أن أكون كذلك والدك إيراني هل تعتبرين نفسك اليوم ألمانية من أصول أجنبية؟ لا يوجد مهاجرون في اسرتنا والدي درس في المانيا وعاد بعدها الى ايران ثم فقدنا الاتصال به وهكذا لم تكن هناك خلفيه مهاجره في اسرتنا ولكنه بالطبع ابي وبالتالي فان لي اصولا اجنبيه اذا لم تضطر الى الاندماج، الكثيرون يشعرون بالارتياح هنا ومع ذلك يسالون هل تشعرون بانكم مندمجون؟ اعتبر ذلك مشحفاً فعندما يولد الانسان في المانيا فلا داعي لسؤاله ان كان مندمجا، يجب الانتباه لكي لا تصرف اموال الدوله في المانيا لدعم بعض المنظمات التي تعزز عدم الاندماج وتعلم الكراهيه، او تحض مثلا في خطبها في المسجد. المساجد على الكراهية إحدى هذه المنظمات منظمة ديتيب الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا التي يسيرها إردوغان وهذا طبعا لا يدعم تعزيز الاندماج من حيث المبدأ من يولد هنا هو ألماني انجيلا ميركل المستشاره الحاليه ليست صديقتك المفضله سياسيا ومع ذلك فانت تشتركين معها في السيره الذاتيه انتما ولدتما في المانيا الشرقيه هل تعتبرين ان هناك بعض التشابه مع السيده ميركل مع العلم اننا سنتحدث عن الاختلافات السياسيه لاحقا لكن بدايه هل هناك امور مشتركه هل هناك اوجه شبه المانيا الشرقية أثرت بشكل مختلف في السيدة ميركل، إذ أنها أمضت وقتا طويلا من حياتها في المانيا الشرقية، وطريقها كان مختلفا، فهي كانت فيزيائية، وأرادت مواصلة حياتها الأكاديمية في العلوم الطبيعية، ولم تشارك في الحياة السياسية بشكل كبير، كان هذا قرارها، ولكنني أرى أنه ليس من الضرورة أن تكون هناك قواسم مشتركة بيننا، بل أرى أنها قليلة. ich sehe sie eigentlich eher weniger Frau Merkel die Freiheit zu verteidigen انا مع الدفاع عن الحريه ولكنني اطرح السؤال بكل صراحه هل الدفاع عن الحريه وحقوق الانسان يتم بالحرب والقصف عندما نرى نتائج الحروب التي وقعت حتى الان في افغانستان والاسوا منها في العراق والتي ارادت السيده ميركل المشاركه فيها هذا كارثي هذا ادى الى مقتل الاف البشر ولم نعمل في النهايه الا على تقويه الارهابيين طلعت على صفحتك في الفيسبوك ولاحظت انك تكتبين كثيرا هل تنشرين بنفسك لا انشرها شخصيا ولكنني اكتبها بنفسي او عندما يقترح احد الموظفين شيئا ما اجري احيانا تعديلات لكن فقط للتاكيد وصف الصور هو منك شخصيا كل شيء بموافقتي ومعظم الاشياء اكتبها بنفسي في السابع عشر من يونيو كتبتي أوقف المشاركة الألمانية في هذه الحرب فمحاربة الإرهاب لا تتم بالإرهاب أو التحالف مع الإرهابيين المقصود هنا التحالف ضد داعش ما الذي تقصدينه بذلك؟ القصف الذي يستهدف المدنيين إرهاب وبالتالي لا يمكن محاربة الإرهاب بالإرهاب لأن هذا يعمل على تقويته هذا يعني انك ترين ان المشاركه الالمانيه اليوم بمثابه ارهاب نحن اي الجيش الالماني لا يلقي القذائف لكنه يوفر الصور لكي ينفذ الاخرون القصف ونحن نعلم جميعا بان الكثير من المدنيين يسقطون جراء ذلك في اغلب الاحيان وفي الاونه الاخيره تم قصف لاجئين ارادوا الهرب من ويلات الحرب ولكنهم سقطوا ضحايا لهذه القنابل وهناك ايضا مؤشرات على ان الجيش العراقي يمارس التعذيب خلال معركه الموصل وانه مسؤول عن جرائم حرب ايضا هنا اعود للسؤال عن دور الجيش الالماني فهذا موضوع هام في الحمله الانتخابية التي دخلت مرحلتها الحاسمة، وهو ما دفعنا لاجراء مقابلات مع ممثلي الاحزاب الالمانية. أنتِ تقولين إن الجيش الالماني، ومن خلال طائرات الاستطلاع، يقدم الصور التي تستخدمها الجيوش الأخرى من أجل القصف، الأمر الذي يعني المشاركة في الحرب. مرة أخرى، تقولين لا يمكن محاربة الارهاب بالارهاب، لكن كيف يمكن محاربة داعش في سوريا مثلاً؟ من خلال وقف تمويله، من خلال فعل كل شيء لمنع وصول الدعم إليه ومنع وصول الجهاديين الى هناك هذا لا يقع على عاتق المانيا وحدها بل لها دور بالطبع لان احد اهم شركائنا كما ترى الحكومه الالمانيه تركيا ومعظم الدعم الذي وصل الى داعش كان من خلال تركيا او كذلك السعوديه التي تلعب دورا بائسا في كل هذه القضيه فهي ليست فقط طرفا في الحرب في سوريا وتحصل على صور منا بالمناسبه بل ثبت انها تدعم جماعات اسلاميه متطرفه وجماعات إسلاموية إرهابية في سوريا حيث تمولها وتمدها بالسلاح من الخداع أن نقول إننا نشن الحرب على الإرهاب وفي الوقت نفسه نتعاون مع من يدعم الإرهاب علنا ونصدر له الأسلحة إنه مطلب واضح في برنامجك الانتخابي عدم توريد السلاح وعدم تصدير الأسلحة هل هذا صحيح؟ بكل تأكيد ليس في الحروب ومناطق الحروب وهذا ينطبق على الشرق الأوسط وعلى الكثير من المناطق في أفريقيا فنحن نغذي الصراعات وشركات حركاتنا تستفيد من قتل المواطنين هناك ارى ان هذا مهزله حقيقيه اذا كيف يجب محاربه داعش بالقضاء على جذوره، يمكن فعل الكثير للحيلولة دون تمويله. ما الذي يجب أن يحدث بالضبط؟ يوميا يموت أشخاص هناك وأنتِ تقولين إنه لا يمكن محاربة الإرهاب بالإرهاب. ما الذي يجب فعله؟ ما هو البديل الذي تقدمينه أنتِ؟ البديل الواضح يكون بداية بقطع طرق تمويله. فالمصارف في مناطق سيطرة داعش ناشطة وهي تتعامل مع البنوك في أوروبا ولم يتم قطع هذه الصلة. لقد أجرينا تحريات عن ذلك واكتشفنا أنه لم يحدث شيء ويجب التاكد من عدم وصول الاسلحه الى هذه المنطقه لكن عندما نتحدث عن الحياه اليوميه، انا شخصيا التقيت باشخاص كانوا في تلك المناطق واستطاعوا الهرب من داعش وقالوا ان الامر لا يتعلق فقط بتوريد السلاح فهناك الجانب الاخر المتمثل بمعامله داعش للمواطنين يوميا، داعش يقتل المواطنين ويشنقهم، اذا كيف يمكن التعامل مع هذا على ارض الواقع؟ ولكن هناك ايضا قوات تقاتل على الارض كالمقاتلين الأكراد هل علينا دعمهم علينا عدم ملاحقتهم وكذلك عدم تزويد اردوغان بالصور لاستخدامها في محاربه هؤلاء المقاتلين الاكراد، الامر الذي يحدث بشكل جزئي. هذا يعني انه علينا دعمهم؟ دعمهم ولكن ليس من خلال تزويدهم بالاسلحه، الامر الذي سبق وان فعلناه من خلال توريد الاسلحه للبشمركه والتي وصلت بعدها الى داعش، لذا يجب عدم فعل ذلك بل يجب تجنب كل ما يعيق تحركاتهم. لقد ساهمنا في الكثير من مناطق العالم في انتشار تنظيم داعش. في ليبيا كان القذافي دكتاتورا ولكن الآن بدلا من الدكتاتورية بات هناك بلد يعيش حربا أهلية بشعة لأننا قصفنا القذافي والنتيجة هي انتشار داعش وهذه هي الحال في سوريا ايضا، فالاسد دكتاتور ولكننا ندمر باسم محاربه الدكتاتوريه دولا كانت تعد مستقره بعض الشيء، والنتيجه هي نمو الجماعات المتطرفه. اريد السؤال مره اخرى هنا لو سمحت، انت المحت الى ذلك قبل قليل، فانت تذكرين اردوغان كثيرا وتتحدثين عن اخفاق السعوديه، ولكن ما هو رايك في الاسد؟ الاسد ديكتاتور يضطهد شعبه وهو مسؤول عن جرائم حرب هل علينا التعاون معه كان شريكا يوما ما، فقد تم تنسيق معه في السابق، ولكن علينا التاكد من عدم دعم مثل هذه الانظمه، لا توجد مبررات لخوض الحرب ضد الانظمه التي نخاصمها، لان هذه الحروب لن تعمل في النهايه على دعم الديمقراطيه على الارض، واذا كان البديل عن الاسد تحقيق الديمقراطيه في سوريا فان الجميع سيرحب بذلك، ولكن لابد ان يريد الشعب هناك ديمقراطيه، فان لم ياتي ذلك من الشعب فالحلول العسكريه لكن يبقى كيف قلت ان سوريا بحاجه الى العوده الى محادثات السلام والتهدئه ضمن التفاهمات التي تم التوصل اليها بين روسيا وامريكا بدلا من الاستمرار في القتل والحرب اقرا هنا محادثات السلام هل تريدين فعلا ان يشارك الاسد في محادثات السلام بداية يجب أن يشارك فيها لأنه الرئيس الحالي ولكن ما إذا كان هو الخيار لقد سبق وأن اقترحت روسيا بديلا قبل عدة سنوات ولكن هل فعلا تريدين أن يجلس إلى نفس طاولة المفاوضات؟ نعم ما دام الحاكم الحالي لسوريا فلا بد من إشراك جميع الأطراف ويجب إشراك السعودية وكذلك تركيا فجميعها أنظمة مثيرة للجدل سيدة فاجن كنيت ما مدى واقعية هذه الرغبة أي جمع كل هؤلاء الأشخاص إلى طاولة المفاوضات؟ لقد حدث ذلك بالفعل حجر الزاويه هنا هو ان تتوصل الولايات المتحده وروسيا الى اتفاق وقد كانت هناك بوادر تشير الى ذلك في اواخر رئاسه اوباما عندما يتعاون الطرفان فهناك ايضا فرصه امام الاطراف المتحاربه للجلوس الى طاوله المفاوضات وانا مقتنعه ايضا بوجود امكانيه حينها للتوصل الى حل سلمي كل طرف يهتم بمصالحه الخاصه روسيا لا تهتم بالاسد بل بقواعدها ومناطق نفوذها وهذا للاسف ينطبق على الجميع، إن كل هذه الحروب الدامية لم تشن في الواقع من أجل أهداف سامية، بل من أجل المواد الخام ومناطق النفوذ، والآن ينبغي التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة الشعب السوري، وهذا في الواقع هو ما يجب التركيز عليه. نحن في أوروبا نتأثر مباشرة بأزمة اللاجئين. هل ترين أن السيدة ميركل رغم اختلافك السياسي معها قد تعاملت بشكل صحيح مع قضية اللاجئين؟ أعتقد أن استقبال اللاجئين كان أمرا صائبا عندما تقطعت بهم السبل في المجر ولم يعرفوا حينها إلى أين يذهبون، لكن بالطبع كان عليها بعد ذلك التنسيق بشكل فوري مع بقية الدول الأوروبية، لكنها اتخذت قرارات أحادية أدت إلى نفور الآخرين. ماذا تقصدين بالتحديد هي مثلا تفاوضت مع اردوغان وعقدت صفقه مع تركيا وهذا ايضا من دون التنسيق على المستوى الاوروبي ميركل اتخذت قرارات احاديه الجانب ادت الى نفور الاخرين لا يمكن ان نتعامل بهذا الاسلوب مع شركائنا في اوروبا هي تتحدث عن معالجه اسباب اللجوء ولا تفعل شيئا ما هي الخطوات العملية التي كنت ستفعلينها أنت هناك سببان رئيسيان للجوء أولهما الحرب ومن المهم سحب جنودنا من هذه الحروب وإيقاف الدعم بالأسلحة وهو أمر يتطلب العمل على حل مشترك وهذا أمر ممكن أما السبب الثاني للجوء فهو انعدام الآفاق المستقبلية والوضع الإقتصادي الكارثي ولأوروبا وألمانيا دور في ذلك هذا من منظور خارجي لكن إذا أخذنا في الاعتبار أننا تخوض حملة انتخابية في ألمانيا لقضية اللاجئين فيها دور هام فهناك سؤال محدد وهو ما موقفك الشخصي من وضع حد أقصى لأعداد اللاجئين هل ترين أننا بلغنا الحد الأقصى وعلينا أن نوصد الأبواب؟ هناك حاجه الى قانون يوفر للمضطهدين امكانيه القدوم الى المانيا والى اوروبا لا يمكن هنا وضع حد اقصى لذا عندما يلاحق اردوغان المعارضين ويصبحون مهددين بالسجن لمده تصل الى عشر سنوات فلا يمكننا ان نوصد الابواب لماذا تحدثت عن حدود القدره الاستيعابيه لكل دولة حدود استيعابية، ومن المهم جدا معالجة أسباب اللجوء التي لا ترتبط حاليا بالطغيان والاضطهاد، وإنما في الحقيقة بالصعوبات الاقتصادية. لذا يتوجب معالجة أسباب اللجوء في البلدان المعنية لو اتبعنا سياسة تجارية مختلفة. إن الفقر الشديد في أفريقيا وتهديد المجاعة للكثير من الناس هناك يرتبط أيضا بتصدير الشركات الأوروبية للمنتجات الزراعية المدعومة إلى هذه الدول. وبممارسة الحكومة الألمانية والسيدة ميركل الضغط لخفض التعريفات الجمركيه هناك وجعل فتح الاسواق شرطا لتصدير منتجات تلك الدول الى هنا وهذا له تبعات كارثيه هذه هي السياسة الخارجية وأعتقد أنك أوضحت هذه النقطة وجهة نظرك مفهومة جدا لكن بالنسبة للناخبات والناخبين هنا في ألمانيا فإنهم يعيشون عن كثب الوضع مع اللاجئين والسؤال مجددا كيف ستتعاملين مع هذه القضية أنت تعارضين الحد الأقصى لعدد اللاجئين ماذا يعني ذلك؟ إذا أردنا القضاء على أسباب الحروب في العالم هذا أمر سيستغرق وقتا طويلا هل تطالبين بفتح حدودنا عند الضرورة لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين، هل أصبحت ألمانيا بلداً للهجرة؟ المانيا اصبحت منذ سنوات بلدا للهجره غالبيه من يواجهون الفقر والحروب لا يستطيعون المجيء الى اوروبا نحن لن نساعد الاكثر فقرا عندما نستقبل بعض الناس هنا لان الفقراء لم يتمكنوا من القدوم الى المانيا لذلك اجد ان الاهم هو تقديم الدعم لهم في بلدهم ان معظم لاجئي الحرب السوريين غير موجودين في اوروبا لقد جاء الكثيرون منهم الى المانيا ولكن العدد الاكبر موجود هناك في المنطقه اي في الدول المجاوره هم جزئياً يعيشون في ظل ظروف غير محتملة بالعودة إلى ألمانيا هناك 65 مليون شخص في حالة لجوء اليوم في العالم منذ سنتين لم نكن نتوقع أن يأتي هذا العدد الكبير إلى هنا إلى ألمانيا ماذا لو وصل عدد كبير مرة أخرى؟ هل علينا استقبالهم؟ سؤالك نظري بحت، عندما قيل في السابق إن ذلك لم يكن متوقعا، فإنه كان متوقعا، لكن ما هي الظروف التي قد تدفعك إلى القبول بوضع حد أقصى؟ الأمر لا يتعلق بالحد الأقصى وإنما بحق اللجوء في حالة الاضطهاد السياسي. الأمر لا يتعلق بجلب كل الفارين بسبب الفقر إلى هنا لأن هذا ليس حلاً، ولكن علينا أن نفعل شيئاً هناك حتى لا يجبر الناس على الفرار بسبب الفقر. ولكننا على العكس من ذلك نساهم حالياً في تفاقم الكثير من المشاكل. في ألمانيا علينا بالطبع أن نوفر الظروف التي تحفز على نجاح الاندماج. ولذا عندما نرحب باستقبال اللاجئين ونترك المدن والبلديات تجابه المشاكل بمفردها، مثلا عندما لا يتوفر الا القليل من المساكن باسعار معقوله ونستقبل اللاجئين فان المنافسه ستكون اكثر حده. او ايضا عندما يتم سن القوانين التي تسمح بالعمل باجور منخفضه وباستغلال اللاجئين كعماله رخيصه. هذا كله يسمم المناخ السياسي، وهو ما فعلته للاسف الحكومة الاتحادية. أود أن نركز على هذه القضية لأنها قضية داخلية مهمة جدا في ألمانيا، وهي تهم أيضا الرأي العام الدولي. كيف تتعامل ألمانيا مع هذا العدد الكبير من الناس الذين يبحثون عن وطن جديد هنا؟ من جهة أخرى هناك الكثير من النقاش أيضا بشان ما إذا كانت ألمانيا بحاجة بحاجة إلى تحديد الثقافة السائدة وما هي ألمانيا وما هو المهم في ألمانيا؟ هذا نقاش نظري ويبدو أن وزير الداخلية ديميزيير يفهم مصطلح الثقافة السائدة على أنه يتضمن أدابا للسلوك كالمصافحة باليد وما رأيك أنت؟ الثقافة السائدة هي القيم الراسخة في دستورنا أي الأمان الاجتماعي والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون إن تجديد بعض القوانين يجعلنا نتساءل عما اذا كنا نناقض المبادئ الاساسيه المتضمنه في الدستور. هذه مجددا مصطلحات نظريه. لا ليست نظريه. فلنأخذ مثالا عمليا، ما رأيك في النقاب؟ اعتقد انه يجب اظهار الوجه، هذا هو الوضع الطبيعي. الا ترين ان ذلك حريه شخصيه اذا ارادت المرأه ان تغطي وجهها؟ المساله دائما تتعلق بكيفيه اساءه استغلال ذلك، يجب بالفعل ان تكون قادرا على رؤيه من هم حولك. انا مع حريه الدين، لكنني عندما اكون في الفضاء العام، فاعتقد انني افضل ان ارى من هم حولي. واذا كنا نتحدث عن الثقافه السائده، فاظن ان علينا ايضا الحديث بشان الثقافه التي نعكسها، وعن نظام التعليم لدينا. لدينا مدارس تعاني نقصا حادا في التجهيز، خصوصا في الاحياء والمناطق السكنيه التي تقطنها غالبية من اصول مهاجرة وتعتمد على الاعانات الاجتماعية. وفي هذه المدارس يكاد يكون من المستحيل نقل اي ثقافة لانها تعاني نقصا حادا في التجهيز. يمكنك تغيير بعض الاشياء اذا شارك حزبك في الحكم. نريد ان نشارك في الحكم لنغير هذه السياسة، لن ندخل في ائتلاف حكومي مع من يريد مواصلة المنوال السائد. ما هي شروطكم للمشاركة في الحكم؟ حزب اليسار يمثل المعارضة الوحيدة المتبقية في ألمانيا نحن نقف ضد خفض الدعم للبرامج الاجتماعية وضد خفض الأجور وأيضا ضد التسلح وضد سياسة شن الحروب وبالطبع آمل أن تنتقل هذه المعارضة في نهاية المطاف إلى الحكم لكي نطبق ما نمثله على وجه التحديد هناك أحزاب أخرى في المعارضة اليسار ليس المعارضة الوحيدة الآن كل ما ذكرته آنفا لا يمثله سوى حزب اليسار كافة الأطراف الأخرى ساهمت في نشوء نظام صحي طبقي. الجميع وافق على ذلك بشكل او باخر بما في ذلك الخضر انذاك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي شارك في ذلك ضمن الائتلاف الحكومي الموسع. نحن لا نحتاج الى حزب اخر يساهم في توطيد كل هذه السياسات الليبراليه الجديده. لكن لماذا لا تريدين الحكم؟ أريد أن أحكم ولكنني لا أريد وضع سياسات ليبرالية جديدة لا أريد أن أساعد في إطلاق العنان لرأس مالية مفترسة حزب اليسار يريد مصلحة الناس في انتخابات عام 2013 حصل حزب اليسار على 8.6% حسب استطلاعات الرأي اليوم قد يحصل اليسار على 9% فقط النسبة لم ترتفع كثيرا إذا لم تكون معارضة جيدة؟ بعض الاحزاب الاخرى كانت ستكون راضيه اذا تسنى لها الحفاظ على النسبه التي حصلت عليها في الانتخابات الاخيره. بغض النظر عن وضع الاحزاب الاخرى، انت كيف تقيمين ذلك؟ هذه هي مشكلتنا في المانيا، هذا محبط للكثيرين، نحن لا نملك الخيار لتكوين حكومه مختلفه، اليسار هو المعارضه، لكنه يقف بمفرده وبالطبع كما فعل الحزب الاشتراكي الديمقراطي يمكنكم تقديم تنازلات والموافقه على سبيل المثال على شاركت الجيش الألماني في مهمات عسكرية خارجية نعم ولكن هذه قضية واحدة ضمن قضايا كثيرة، نحن لن نؤيد المهمات العسكرية ولن نوافق أيضا على خفض المعاشات التقاعدية، وسندعو دائما إلى فرض ضريبة أعلى على الأثرياء. إنه برنامج سياسي متكامل ولن تكون المشاركة في الحكم مجدية إلا لتنفيذ برنامج كهذا. وإذا لم نجد شركاء فالأفضل هو البقاء في المعارضة، وهذا ما أثبتته التجارب في بلدان أوروبية أخرى، حيث شاركت أحزاب يسارية في الحكومة وتبنت سياسات مختلفة خالفة تماما لوعودها. أعتقد أننا لن نحكم ولا ينبغي لنا أن نحكم ما لم نكن أقوياء ونتمكن من فرض برنامجنا، وهذا لا يعني أننا بحاجة إلى نسبة 50% من الأصوات. أنا أعتقد أن اليسار ينال تأييدا متزايدا، وإن حصدنا نتيجة إيجابية مفاجئة فإن ذلك سيمثل ضغطا على الاشتراكيين والخضر، ولعل هذا يحملهم على العودة إلى جذورهم. إذا أنتم على استعداد للمشاركة في الحكومة وهذا أمر مثير للجدل داخل حزبكم فهناك من يريدون بقاء الحزب في المعارضة وعدم الانخراط بأي حال في الحكومة. لدي سؤال في الختام، السيدة ميركل وضعت مؤخرا ما اسمته أبجدية ألمانيا، أعطنا ثلاث صفات ترتبط برأيك بالمانيا ألمانيا متناقضة جدا وبالنسبة إلي ألمانيا هي بالطبع جوتر والثقافة وهي كذلك للأسف التاريخ المظلم لقد أصبحت ألمانيا اليوم دولة مهيمنة في أوروبا ولم تعد تتصرف بصيغة تشاركية أنا أريد ألمانيا أوروبية إذا سمح لك باصطحاب شخص واحد لقضاء شهر كاملا على جزيرة نائية فمن تختارين من المرشحين الآخرين؟ عليك الاختيار سؤال صعب السيد ليندنا بيننا القضاء جدا من القواسم المشتركة لكن علاقتنا غير متوترة. <DVD> <applause> <applause> توافق أكبر إذا مع السيد ليندنر، السيدة فاغن كنيشت لك جزيل الشكر، لدينا فضول لمعرفة ما يمكن أن يحدث معكما في جزيرة نائية. أشكرك على هذه المقابلة المثيرة للاهتمام وأتمنى لك كل التوفيق. شكرا.